السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده مميز قوي، اسمه بي ماي ايز. ده عبارة عن ايه؟ ان ممكن حد مثلا يكون مش شايف كويس، فبيستخدم التطبيق دوت، في كلمة عايز يقراها فبيروح داخل على التطبيق ومصورها او يشغل الكاميرا، وفي واحد بيتطوع ان هو يقرا له الكلام اللي مكتوب او يقول له ايه اللي قدامك او يوصف له. يعني حاجة جميلة جدا ان احنا نتعاون مع الناس كنوع من شكر النعمة. بي ماي ايز، وحتى كان في فيلم كان بيتكلم عن حد بيستعمل التطبيق دوت، حد بيجيب عليه، حد عايز يسرق البيت، ومن خلال التطبيق دوت بيستعمل حد ان هو يتحرك. طيب الذكاء الاصطناعي بقى بدأوا ان هم يستعينوا بشات جي بي تي ان هو يقرأ له الكلام ويساعده في الترجمة، يساعده في ان هو يقرأ اي حاجة مثلا موجودة، ممكن مثلا حاجات صغيرة، مثلا واحد جاي يشتري حاجة فعايز يتأكد ان الحاجة دي مش مضرة للسكر او مش هي دي الحاجة اللي ماشي عليها، حد عايز يقرأ لوحات معينة، يقرأ كتب معينة. فالشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي للزر الرابع هيساعده في الفكرة دي. اوبن اي بدأت دمج مع البي ماي ايز، ففكرتها كويسة. فهو الان بقى في حاجتين، المتطوعين العاديين وفي فيرشوال فولنتير، حد متطوع وذكاء اصطناعي هيتطوع ان هو يساعد الناس في انها تقرأ الكلام. اتذكر في احد المؤتمرات كان في حد عامل موقع فبتكلم معاه، فبيقول لي بقول له الفلاش، فلاش الزر حاجه قديمه كده، فقال لي الفلاش مشكلته ان الاعمى ما بيشوفوش، في تطبيقات بتخليك تقرا الكلام المكتوب، لكن الفلاش بيعتبر زي فيديو فبيبقى صعب ان البرامج دي تقراها. فلازم واحنا بنصمم يكون عندنا وعي بان نخلي كل الناس عندها قدره على استعمال المنتج بتاعنا.